ازيكم يا شباب؟ النهارده الجاي اتكلم على احسن مسلسل كوميدي انا شفته في حياتي حرفيا. المسلسل ده يعني كل مشهد فيه بيضحكك، كل مشهد فيه بيقتلك ضحك حرفيا، والقصه بتاعته حلوه قوي وانجيجنج قوي، هيخليك تندمج معاه من اول حلقه لاخر حلقه من غير ما تمل ولا تزهق ابدا. المسلسل ده مش اندر ريتد، المسلسل ده كتير قوي شافوه ومتقيم باعلى تقييم في تاريخ المسلسلات الكوميديه حرفيا، هو واحد تاني. بس قبل ما اكلمك عن المسلسل ده، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك، تفعل جرس التنبيهات، تعمل سبسكرايب لو حابب، واللايك بيدعم جدا جدا، فيا ريت تعمل اللايك ده عشان ده هيفرق معايا قوي. ويلا بينا. طبعا اول حاجه هتيجي في دماغك مسلسل فريندز. مسلسل فريندز من المسلسلات الحلوه بس الدراميه مش الكوميديه. مسلسل فريندز فشل انه يضحكني، الكوميديا فيه ميتة قوي، الإفيهات فيه ضايعة جدا. أنا عارف اللي انت ده هيزعل ناس كتير من العشاء المسلسل ده، بس المسلسل ده أنا اتفرجت عليه من أوله لآخره حوالي 11 سيزون و10 مواسم وما ضحكنيش خالص، بس كملته للآخر. ليه؟ لأن الدراما فيه كانت قوية جدا. انت بتشوف مثلا 6 صحاب بتعيش معاهم تفاصيل حياتهم، بتخش جوه التلفزيون كده وتندمج معاهم مع اختلافاتهم وخناقاتهم وعلاقتهم العاطفية وهزارهم مع بعض وحبهم لبعض وخوفهم على بعض، بتحس كده ان انت صاحبهم السابع، بتخش جوه حياتهم بشكل غريب، بتتعلق بيهم قوي. انا كملته عشان الناحية الدرامية فيه. اما من الناحية الكوميدية ففشل انه يضحكني الصراحة، لان افهاته بقالها كتير قوي، يمكن عشان بقالها 25 سنة فما كانش بيضحك للجيل بتاعنا ده، او يمكن عشان الافلام القديمة زي افلام اسماعيل ياسين ما بتضحكش الشباب بتاعه دلوقتي لانها قديمة قوي، والافهات بتاعتهم مناسبة لجيلهم بس مش مناسبة لكل الاجيال في كل الازمان. المهم مش عايز ارغي كتير، انا اتفرجت على مسلسلات كتير قوي كوميدي او سيت كوم زي ساينفيلد، زي بروكلين 99، زي مسلسل بيركس ريكرييشن، وزي مسلسل تاني اسمه ازاي قابلت امك، هو اسمه كده والله، مش بهزر معاك، هو اسمه هاو اي ميت يور ماذر، وشبه فريندز، كلهم شبه فريندز. بس المسلسلات دي كلها برضو ما ضحكتنيش قوي، في منهم الحلو وفي منهم الوحش. اما المسلسل بقى الحقيقي اللي كان بيقتلني ضحك وكان فعلا أسطورة في عالم الكوميديا واللي انا جاي ارشحه دلوقتي، هو مسلسل The Office. The Office مسلسل تحفة، تحفة بمعنى الكلمة. المسلسل بيتكلم باختصار عن مدير عايش في جو مكتبة كده او وظيفة معينة ضمن الموظفين بتوعه، ما بينهم علاقات غريبة، منهم الصحاب ومنهم اللي بيتخانقوا وبيتدخلوا في حياة بعض بشكل غريب، منهم الغبي ومنهم الذكي، مقالب كتير بتحصل واهانات. المسلسل عبقري. المسلسل بطولة الممثل الكبير ستيف كاريل، وده المدير بتاع المكتب كله، وفضل مكمل في المسلسل ده لمدة 7 مواسم كاملة، 7 مواسم بيقدم فيها حرفيا عظمة، مفيش دور شفته مقنع قد الدور بتاعه في المسلسل ده كمدير للموظفين بتوعه، جامد. ومعاه كمان راين ويلسون بدور دوايت، ومعاه كمان واحد تاني اسمه براين، والتلاتة دول هم مصدر الضحك اصلا في المسلسل، او هم الغالبية اللي الضوء بيسقط عليهم، وهم دول اللي هيضحكوك، وهم دول اللي المقالب بتتعمل فيهم، وهم دول اللي هيخلوك تكمل المسلسل لاخره. طبعا في 2 كمان مش مصدر الضحك بس مهمين جدا للمسلسل، جينا فيشر بدور بام وجيم. ستيف كاريل ابدع في المسلسل ده، كان بيقوم بدور الغلبان الطيب اللي نفسه يكون علاقة مع الموظفين بتوعه ويبقوا جنبه ويشاركهم حياتهم، لانه متوحد شوية وعقله عقل طفل سيكا، بس غلبان قوي وطيب جدا، بيتعمل فيه مقالب كتير، بيتنمروا عليه بس في منهم اللي بيحبه، وكله جوه اطار الهزار والضحك من غير ما يهينوه او يقلوا منه او الكلام ده كله. جيم كان بيعمل مقالب في دوايت، دوايت ده الدراع اليمين لستيف كريل، دوايت ده يعتبر واحد موظف غبي متزمت كده، دماغه برضو عقلية طفل، حياته ماشية ابيض واسود، صح وغلط، ما عندوش حاجة اسمها رمادي، ما عندوش حاجة اسمها يتكيف مع الوقت او مع الناس او مع الكلام ده كله، هو تحسه انه صارم وغبي قوي، وبيتعمل فيه مقالب كتير قوي من صاحبه جيم اللي على الرغم انه كان بيهينه قوي بس كانوا اقرب صحاب. كيفن القمر اللي انت تحس كده اللي انت عايز تحضنه، الغبي الطفل في نفسه قوي الكيوت اللي بيتعمل فيه مقالب كتير وساعات بيتهزق من الموظفين، بس هو قمر كده ولطيف وتحبه قوي وتندمج معاه وتحس بشخصيته اكنه طفل كبير ضخم كده عايز تنط، او زي دبدوب عايز تحضنه بالليل وانت نايم،
هو كان يعني دوره كده مدي نكهة مميزة للمسلسل، ويمتد بقى المسلسل بحلقاته وإفيهاته وعظمته كله. المسلسل معتمد على كوميديا الموقف، مش كوميديا الإفيه، مش مجرد إفيه بيتقال وخلاص، لا الموقف كله بيضحكك. شكل الشخصيات، لبسهم، تعبيرات وشهم، الكلام اللي بيقولوه، حركاتهم، إزاي بيعملوا الحركات دي، الموقف كله، المشهد كله، حتى شكل المكتبة والديكور بيضحكك. كل حاجة حرفيا بتضحكك في المسلسل ده، ودي احلى حاجة حبيتها فيه. واللي حبيته اكتر ان الكوميديا فيه ديرتي، الكوميديا فيه فيزيكال. انا من الناس اللي الحس الفكاهي بتاعهم منحرف شوية، ملوش في الكوميديا التافهة او الكوميديا اللي هي افيهات والجو التعبان ده، لا بحب المقالب والاهانات والفيزيكال والديرتي، بحب اللي احنا نتريق على كل حاجة زي السياسة واللون والشكل والكلام ده كله، من غير ما نهين حد، من غير ما نقل من حد، تكون كده زي دارك هيومر، يعني كوميديا مظلمة. اكيد فاهم اللي انا بقولك فيه، الكوميديا اللي فيها دايما يعني زي ما تقول كده نوع من انواع الاهانات القاسية قوي للي قدامك. انا من النوع ده، بحب المقالب الفيزيكال اللي فيها ضرب، اللي فيها جري، اللي فيها مطاردات، اللي فيها تخفيل، الكلام ده كله بحبه اكتر من الكوميديا العادية. بس عشان كده المسلسل قدر يقدم لي ده بشكل حلو قوي، بشكل ما يبانش عنصري ولا يبان شرير ولا يبان قاسي ولا يبان مهين ولا حتى يضيع قيمته. شكل كان مناسب قوي للقصة وحلو قوي، فعشان كده اتعلقت بالمسلسل وضحكت فيه. المسلسل كل حلقة فيه مختلفة عن اللي قبلها، بس انت هتتفرج يا باشا على اول موسم مش هيعجبك قوي، بس من الموسم التاني للاخير تحفة تحفة، ابداع حقيقي هيموتك ضحك. مسلسل واخد شكل الدوكيومنتري او الموكيومنتري، يعني ببساطة الممثلين عارفين انهم جوه مسلسل، عارفين ان حد بيصورهم جوه الشغل وبره الشغل، عارفين ان حد بيتدخل في حياتهم، عارفين بيعملوا لقاءات تلفزيونية، يعني عارفين انهم بيمثلوا. ده نوع من الكوميديا كده مش معروف قوي في امريكا، بس حلو قوي لو اتعمل صح، غير كده بيبقى زبالة. وهو هنا اتعمل بصراحة، ما شفتش النوع ده اتعمل صح غير في المسلسل ده حرفيا، يعني تجرب في كذا حتة تانية بس ده المسلسل اللي نجح فيه قوي. المسلسل يتعمل منه ميمز كتير قوي، وساعات الميمز نفسها بتضحك اكتر من المسلسل نفسه، ودي حاجة حلوة. برضو هتشوف برضو في المسلسل واحدة من اعظم قصص الحب اللي هتشوفها في حياتك، قصة الحب ما بين جيم وبام. قصة حب حرفيا بتتطور قدامك على مدار 9 سنين، 9 مواسم كاملة، من كانوا صحاب وزمايل لغاية ما حبوا بعض وبقوا كابلز لغاية ما اتجوزوا وخلفوا. قصة حب قوية بجد، مش عادية كده، ممكن تقول يعني والله حركة ذكية، وعجبتني قوي انهم يدخلوا علاقة قوية بالشكل ده في مسلسل كوميدي شبه سطحي، ودي عجبتني جدا. المسلسل واخد اعلى تقييم على منصة IMDB، المنصة اللي بيقيمها الفانز، واخد تقييم 9/10، وده اعلى تقييم لمسلسل كوميدي في التاريخ. ومعاه في نفس التقييم مسلسل فريندز اللي انا قلت لك في الاول انه مضحكنيش، بس في ناس كتير بتحبه، ومع احترامي ليهم كلهم مش قصدي اهانة، بس المسلسل فشل انه يضحكني شخصيا. ابدأ من الموسم التاني، ما تبدأش من الموسم الاول، الموسم التاني للاخير هيقتلك ضحكة حرفيا. الموسم الاول كده كده حوالي 5 حلقات ولا 3 حلقات، مشيها عديها كده وابدأ من الموسم التاني على طول. بس يا معلم خلصت حلقتنا لغاية هنا، يا ريت ما تنساش تعمل لي لايك، تعمل سبسكرايب، تفعل جرس التنبيهات، وبيس.